بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. شريك مشجع سيتي، انا مش هقول لك هارد لك، لا لا مبروك يا هلا، خرجنا من العركه بتاع الانفيلد ريب جرين، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله مالناش نصيب متهزه عادي. بورنموث كسبنا 2-0، ايه يعني المشكله ان احنا خسرنا قدام ليفربول 2-0؟ هي المشكله ان ليفربول داس على وشنا يعني، وعمل علينا 17 تسديده منهم 7 اون تارجت، ايه المشكله؟ ليفربول بيكسبنا في كل ثنائيه في اي حته في الملعب، ايه المشكله؟ ليفربول افضل منك في كل مراحل اللعب، فين بقى المشكله؟ يبقى معلش، ما انت جاي ومراهن على ان سيتي هيكسب النهارده، انت بتشتغل نفسك يا ابن عم. بالراحه يعني نتكلم مع بعض كده، وقلنا الكلام ده قبل كده بعد كل ماتش، ان احنا المنظومه بتاعتنا متهالكه، وان احنا عندنا مشاكل في نص الملعب، يعني عندنا مشاكل فاكر انت الفطير اللي جوارديولا كان بيعمله ده؟ عندنا مشكله بقى في نص الملعب بتاعنا، لا استحواذ عارفين نعمل، ولا عارفين نرجع الكره بسرعه، ولا عارفين نلاقي حلول، وبنلعب ماتياس نونيز جناح شمال، وليله كبيره يا بيه. بس انا عجبني ان جوارديولا تخلى عن جافارديول، يعني جافارديول بقى وحش دلوقتي وجوارديولا تخلى عنه في الوقت اللي انا متمسك فيه ان انا هكمل بجندوجان. لا بس انا عجبني جدا ليفربول، يعني انا عجبني ليفربول، شرسه ليفربول. ليفربول كان مؤذي جدا بالنسبه لفريق سجل في مرماك في اول ربع ساعه. صلاح لعبها اسيست حلوه قوي لجاكبو كالعاده، يعني بيلعب قدام الاسطوره الحيه كابتن كايل ووكر. كايل ووكر ماسك كوري جاكبو، فجاه كده اكتشف طب ما اخش اغطي على اللي جوه. طول عمر القائد ووكر قراراته عظيمه دايما، دخل يغطي على اللي جوه، اللي بره ضم لجوه سجل هدف. عظيم كايل ووكر، بحب جدا كايل ووكر في قراراته دي. انا بحب ووكر لما بيشغل دماغه، اتنين بحبهم دايما، ووكر لما بيشغل دماغه وتشافي لما بيغير، بتعرف ان جايه بعديها مصيبه كحله، وده اللي حصل فعليا. ليفربول سجل الاول وبعد كده عينك ما تشوف الا النور. يعني لا، سيتي ما كانش عنده رد فعل، ده ليفربول هو اللي كان بيضيع التاني على طول، يعني ليفربول كان بيضيع التاني. الله يسترهم والله، صلاح ودياز وجاكبو يعني هم كانوا بصراحه اساطير في موضوع التضييع ده، غير طبعا فان دايك، كل ضربه ركنيه فان دايك يطلع يركب. بالنسبه لعيبه سيتي، الجميل بقى يا معلم والعظمه اللي انت بتتفرج